تولع. اي ناس كتير بتنفخ نار، وناس كتير بتحب تبين اشياء بغير حقيقتها. هي دي الاشكاليه الحقيقيه في الموضوع. ولما تيجي ندور ونعمل الكلام ده كله، يعني انا اللي سمعته، عشان كده انا كان مهم جدا ان اسمع كلام السيد رئيس الحي، وما ينفعش انا اتكلم على الكلام اللي اتقال لي. انا لو قلت الكلام اللي اتقال لي في التليفون كان موضوع تاني، ان الحي عمال يكسر واحنا معانا. قلت له مش ممكن حي كلك، وقلت له طب ما نشوف. على اي حال، انما ده اللي بيحصل في فكرة النهاردة، ان حاجة قد كده بتتعمل الحبة بيعملوها قبة، لان ده في اطار اللخبطة اللي بتتعمل. وبمناسبة بقى الحاجات دي كلها، النهاردة وزارة الداخلية ظبطت 4 مصانع بدون ترخيص بتهدد حياة المواطنين في القليوبية. تعالوا نشوف. الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع أمن القليوبية تمكنت من ضبط مصنع مخلفات خام بلاستيكية بدون ترخيص يحوي أطنان من المخلفات البلاستيكية، منها نفايات طبية خطرة. كما تم ضبط مصنع مواسير مياه شرب بلاستيكية بدون ترخيص، ومصنع زجاج لأدوات المائدة بدون ترخيص، وكذلك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص، ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر. ما دام بقى بنتكلم في الداخليه النهارده ما شاء الله عليهم، يعني الظاهر ما ناموش بقى لهم يومين او 3 ايام. النهارده بؤر الاجرام في اسيوط، قطاع الامن العام بالاشتراك مع امن اسيوط، البؤر الاجراميه بنطاق قرى المعايده، بني قره، ندعي سابع، وعبد الرسول، منطقتي الدسه والغريب. في ال 24 ساعه اللي فاتوا دول كان في جهود لوزاره الداخليه. تعالوا نشوفوا عملوا ايه. استمرارا للحملة التفتيشية المكبرة التي يشنها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط لضبط العناصر الإجرامية وحائزي وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من قرى المحافظة، فقد نجحت الحملة في ضبط العشرات من قطع السلاح الناري المتنوع بحوزة عدد من الأشخاص، وتنفيذ الآلاف من الأحكام القضائية، وإزالة منازل أقيمت بالمخالفة للقانون وخاصة بعناصر إجرامية. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ماسكين 250 تربة حشيش في مطروح. طبعا الحشيش ده جاي طبعا من حتة تانية، لأن ليبيا مش هيزرعوا فيها. إنما يعني ما هو تجار المخدرات والسلاح واحد، يعني هم مالهم واحد واتجاههم واحد. ومصر من 2011 وهي معرضة أو بتتعرض لحملة إغراق. يعني أنا في رأيي إن إحنا عدى 3 سنين بتترمي المخدرات هنا بالعبط. يعني هم عايزين ان كل شاب يبقى على الاقل في جيبه شريط ترامادول، وكانوا بيتمنوا ان كل واحد يبقى في ايده بندقيه. سلاح بترمي من غير حساب، يعني مش تجاره، ده كان اغراق، ده جزء من الحرب اللي معموله. تعالوا نشوفوا ال 250 تربه حشيش دول حكايتهم. بعد أن رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلاً عصابياً تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بمطروح، تمكنت من ضبطهم بالقرب من مسكنهم بالضبعة، وبحوزتهم 3 سيارات و250 تربة لمخدر الحشيش و350 ألف جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات، إضافة إلى طبنجة وطلقات نارية.